وفي ولايه داخلة نواديبو تسابق الاحزاب السياسيه الزمن من اجل الظفر باصوات الناخبين يوم الاقتراع عبر انشطه دعائيه متنوعه. وفي هذا السياق نظمت الاحزاب السياسيه في المدينه سلسله مهرجانات وتظاهرات لعرض البرامج الانتخابيه وتعريف الناخبين بكيفيه التصويت. في قلب العاصمه الاقتصاديه نواديبو يتواصل نبض الشارع السياسي وتكثر المهرجانات وتمرر الخطابات السياسية. حزب تحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد نظم مهرجانا تحت أنوار مرشحيه الذين تلوا على أذان الحاضرين برنامجهم الانتخابي مؤكدين ضرورة التصويت لهم يوم الاقتراع سبيلا إلى تطبيق تعهداتهم واقعا معاشا. أجواء الحملات جيدة على مستوى نواديبو، التنافس على شده بين جميع الأحزاب في جو ديمقراطي يطبع السكينة والتنافس الشريف. جميع هناك هذه الأيام نشاهد في الأيام الأخيرة الحملة حركة كثيفة للأحزاب من تنسيق وتجمعات. الأجواء الحملة هون على مستوى مدينة نواديبو تتميز بقدر من الاحترام والتنافس الإيجابي بين المترشحين، والمدينة كذلك لاحظنا عليها انتعاش اقتصادي على مستوى المحلات ومستوى أصحاب الورشات، وكانت مولي المدينة منتعشة بالحفلات والسهرات وبرامج المنتخبين. حي كاساتو كان مسرحا لمهرجان نظمه حزب الإنصاف التقى فيه بقاعدته الجماهيرية تحت أنغام الموسيقى، وطالب الحزب بالتصويت لمرشحيه من أجل إنجاحهم في الانتخابات، كما شدد على التعبئة حول كيفية التصويت على اللوائح الستة التي ستقدم للمواطن خلف الستار يوم الاقتراع. بينما أكد المترشحون عزمهم على تنفيذ كل التعهدات التي قطعوها على أنفسهم حينما يحصلون على ثقة الناخبين في ظل تعددية انتخابية واحترام بين الجميع حتى تخرج التجربة الديمقراطية في أحسن صورة. محمد عمر بلول، الموريتانية، مدينة نواديبو.